عسلامة. مرحبا بكم في المحل نتاعي. نقدم لكم روحي، انا اسمي نادر الطريقي، عمري 51 سنة. دخلت للصنعة هذه ملي عمري 12 سنة. دخلت على الغرام، كان الوالد الله يرحمه الله يرحمه كان معناتها حبني، معناتها باش نرجع لقرايتي، فدخلني للخدمة هذه معناتها باش يوريني الصعب تاع الخدمة وكل. بحكم الوالد كان صعيب معايا برشا، لكن كيف مصلحتي. بابا كان فارسي، كان خياط ديجا متعلم عند اليهود، معناتها كما كان عندنا اليهود صناعية في تونس يعني في الخياطة غلطة. فكان يلاحظني كان نخدم حاجة يقول لي هذه شبيها مشيت كيما هكا وهذه شبيها مش هكا، فهمت؟ وبكلمة لحظات نتاعو أنا زدت طورت، وليت نحاول أني يعني كي نخدم حاجات ما نغلطش فيهم، نحاول نبدع فيهم، فهمت؟ مع الوالد الوالدة زادة ربي يفضلها لي، هي حية توا موجودة، فهمت؟ يعني كان ديما تقول لي حاول نادر، حاول انك تتقن في خدمتك، حاول معناتها باش ربي يبارك لك. صنعة النقش على الخشب هذه تخليك تحلم وتتخيل روحك يعني عايش في حياة جميلة برشا برشا، باش تنجم توصل تخدم حاجة تنقشها أو تنحتها، أو لازم يكون عندك مخيلة كبيرة برشا، معناها قوة خيال وقوة صبر وقوة محبة للصنعة هذه، باش تنجم تقدر انك تبدع فيها. مش مربوطة بالامور المادية برشا، المادة تجي من بعد، يعني انت كي تخدم وتتعلم وتنتج من بعد مع الخبرة ومع الابداع اللي باش تخرج والناس تولي تعطيك حق. قديم برشا انا في الصناعة، ومش معروف كان في تونس بركة، معروف في تونس ومعروف حتى في الدول الأجنبية، يعني يجوني حتى من ليبيا، من الجزائر، من فرنسا، من أمريكا، يعني بعض الخدمة اللي خدمتهم معناتها مشاو لبرا، معناتها مش حتى في تونس. معناتها الحمد لله ما تقولي مش حاجة كبيرة ولا حاجة، لكن مبارك فيه ربي، خاطر معناتها نخدم ضمير، معناتها ما نوصل نعطي القطعة للشخص هذاك إلا ما نكون أنا راضي عليها قبل ما يكون راضي عليها الكليون هذاك، يعني كسبوا فيا لي أنا إنسان ثقة وإنسان نمشي بخدمة متقونة، وفهمت ونبدع في الخدمة نتاعي، برشا يشيخوا على الخدمة نتاعي ويعملوا جو وماذا بيهم راهو يجيو ويطلعوا عندي حاجات، أما الغالب المعيشة غالية ياسر وخلت الناس معناتها ما عادش خالطة باش تنقش وتقد وتريقل وتزين دارها، يعني فهمت؟ باش نعرفكم على انواع النقش اللي انا نعرف ننقشهم، اللي هما عده انواع راهو، منهم النقشه البربريه اللي هي التونسيه نتاعنا، اللي هي كما تشوف الطاوله اللي هنا اللي عندي وكل، وعندنا النقشه السوري، فما النقشه المغربيه اللي نعرف فيها شويه انا زاده، وفي النقش العربي فما زوج انواع. انا مفضل ربي يعني شامل، معناتها عندي من كل حاجه شويه 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 شويه. مع الخدمه نتاعي هذه في النقشه والكل، اللي هي تبارك الله عندي فيها 38 سنه تو انا نخدم ومغروم بها برشا، كما قلت عندي فنجره زاده، نعرف شويه فنجره. انا كمهندس يعني في التصاميم بصفه عامه، نقدر اني يعني نخرج حتى حاجه ماهيش موجوده، معناها من فضل ربي معناتها بحكم الخبره نتاع السنين هذيك، نجمعها من مجموعه الحاجات الموجوده بالطبيعة ونضيف عليها فكرتي انا وتخرج حاجه نهايه، معناتها حاجه تفوت الخيال كيف نقول انا، فهمت؟ النقيشة باش تنجم تنقش لازم تكون تعرف تصور، ولازم تكون عندك قوة خيال زي.
أكثر قطعة فنية أنا صنعتها وفرحان بها هي الصندوق متاع الصياغة اللي خدمته، اللي هو من عام خدمته من عام 2007. والقطعة الثانية اللي أنا توا فرحان بها اللي هي المحمل متاع القرآن هذا اللي معناتها قلت معناتها تنجم معناتها تبدا قاعد أو واقف يعني حتى تصلي به وكل. حرفة بصفة عامة هي فن، لكن ما تكونش فنان وعندك روح الصبر والإبداع ما تقدرش تكون حرفة.